الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع ماكرون التصدي للتصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. وزير الخارجية يؤكد أن مصر تعمل مع قطر والولايات المتحدة للدفع بتجاهي إبرام صفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. إيران تؤكد التصدي لهجمات إسرائيلية على أراضيها وتعلن مقتل جنديين في الهجوم، ومصر تبدي قلقها وتحذر من انزلاق المنطقة لمواجهة خطيرة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة. في هذا الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية وبصورة عاجلة وبكميات كافية، كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية. كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي، واستمرار التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بإنشاء وحدات سكنية مميزة لأهالي السويس. جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بالمحافظة. النهاردة كنا بنبشروا في الحقيقة تفقد ويعني تنفيذ ومتابعة مشروعات كبيرة جدا كانت بتحتاجها المحافظة، وخليني يمكن أبدأ بالمشروع اللي كان وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو بإنشاء مجموعة من الوحدات الإسكان المتميزة لأهالي المحافظة. ويمكن النهاردة مع صندوق التنمية الحضرية سلمنا أول مجموعة عقود للمستفيدين من هذا المشروع الكبير، بنتكلم على 13,260 وحدة سكنية الحقيقة كلهم على مستوى مميز جدا جدا من التشطيب والتصميم، وموجود وجودهم في مواقع متميزة في قلب مدينة السويس. فالحمد لله النهاردة يعني سلمنا أول مجموعة من العقود، ويمكن كان التركيز مع السيد المحافظ ورئيس الصندوق على الإنهاء أعمال التنسيق الموقع ورصف الشوارع الداخلية في خلال الفترة القليلة جدا القادمة لكل المشروع، علشان يبقى إحنا بنبدأ نطرح الوحدات تباعا. وأشار رئيس الوزراء إلى تفقده المدرسة اليابانية والتي تعد ثانية من نوعها في محافظة السويس. وفي هذا الإطار واجه مدبولي بالإسراع في إنشاء المزيد من هذه المدارس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعميم التجربة وزيادة عدد مدارسها بجميع محافظات الجمهورية. تفقد واحدة من المدارس المصرية اليابانية المفروض هتفتتح وتستقبل الطلاب بكرة إن شاء الله، وكان كنت حريص ان دي تعتبر هي تاني مدرسة الحقيقة للمدارس اليابانية المصرية هنا في محافظة السويس، والتجربة دي تجربة شديدة التميز. كان طبعا تبناها فخامة الرئيس بناء على زيارته لليابان منذ فترة طويلة، ووجه ان يبقى هذا النموذج متكرر في مصر، والحمد لله النهاردة بقى موجود بصورة كبيرة في كل المحافظات. ويمكن كان كلامي مع معالي الوزير الإسراع بتنفيذ المزيد من هذه المدارس في كل محافظات مصر في خلال الفترة القادمة، عشان يبقى هو ده النموذج اللي احنا يعني مميز إن شاء الله اللي الدولة المصرية بتتبناه في موضوع التعليم الأساسي.
وتعقيبا على محطات جولته التفقدية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مجمع السويس الطبي هو وجه حضاري متميز لمصر. كما شدد مدبولي على أن المجمع الطبي أصبح يقدم خدمات متكاملة ومتقدمة للمواطنين. المشروع هو وجه حضاري لمصر كلها وليس فقط لمحافظة السويس، وهو مجمع السويس الطبي، وده يعني بحق كان هدية فخامة الرئيس لأهالي محافظة السويس. النهاردة هذا المجمع هو مجمع عالمي بكل المقاييس، مستوى الحقيقة التصميم والتشطيب والتشغيل اللي بيتم النهاردة على أرقى مستوى. يعني حضراتكم شفنا إذا كنا تابعنا من يعني النهاردة كان التشغيل التجريبي، وبنشوف حجم اللي بقى الاستفادة لأهالي السويس، ومش فقط أهالي السويس، كل منطقة قناة السويس النهاردة من خلال هذا المجمع. أنا مش عايز أقول كمان حتى بعض مناطق في شرق القاهرة بقت ممكن إنها تستفيد من هذا المجمع الحضاري اللي بقى بيقدم خدمات طبية متقدمة جدا. هذا وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى تفقده 3 مصانع مختلفة خلال جولته بمحافظة السويس، منها مصنع شركة كناوف الألمانية للألواح الجبسية. وفي هذا الإطار أوضح مدبولي أن استثمارات المصنع بلغت نحو 80 مليون يورو كاستثمارات مباشرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المصنع يعتمد على العمالة المصرية بنسبة 100%. مصنع كناوف وهي دي شركة ألمانية متخصصة جدا. هذا المصنع النهاردة بالرغم أنه هو فرع من شركة ألمانية، ولكن تحول إلى أنه هو يكون مصنع بيقدم خدماته ليس فقط لمصر ولكن للمنطقة المحيطة. واستمعنا إلى يعني النهاردة لرئيس المصنع أنه بيتكلم على أنهم هيدخلوا في توسعات تضيف طاقة إنتاجية تعادل 3 أضعاف الحجم اللي هم بدأوا بيه كبداية للمصنع وقت ما تم إنشاؤه، باستثمارات تصل إلى 80 مليون يورو. هتبقى استثمارات جديدة تضخ في خلال السنتين القادمين عشان يصل إنتاج المصنع ده من 15 مليون متر مربع كان في بداية ما أنشئ هذا المصنع إلى 60 مليون متر مربع. الأهم إن ده بيغطي احتياجات الدولة من مشروعات قومية. إنتاجية المصنع ده اتنفذت بيها مشروعات الأبراج اللي في العاصمة الإدارية والبرج الأيقوني، الأبراج العالمين، مجموعة من المشروعات القومية، محطات القطارات ومترو الأنفاق، يعني الحقيقة مشروعات كثيرة جدا. وفي ختام تصريحاته أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على إنهاء جولته بالسويس من ممشى بور توفيق التاريخي ذو الإطلالة الرائعة على قناة السويس. في هذا الإطار أعلن مدبولي افتتاح الممشى عقب تطويره اليوم كهدية لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي لها. كما شدد أيضا على أن الدولة لن تترك مكانا في أي محافظة دون أن تصله أيادي التطوير. الحقيقة أنا يعني كنت حريص أن أنا يعني نحن نون في هذا الممشى التاريخي اللي اعتقد ليه ذكريات يعني كبيره لاهالي محافظه السويس دايما، وكان ده مقصد كل اهالي المحافظه دايما وبالذات بعد الظهر، وهو ممشى يعني بور توفيق، واللي بيشوفه من خلاله السفن وبيبقى ليه اطلاله رائعه على قناه السويس. والحمد لله يعني هذا الممشى استطاعت المحافظه انها تخلصه في 2 شهر فقط، والنهارده ان شاء الله نفتتحه لأهالي السويس عشان يكون هدية في بمناسبة العيد القومي للمحافظة وكل الذكريات الجميلة ليهم. وكنا هنكون حريصين إن شاء الله على مزيد من أعمال التطوير في المحافظة. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دارة بحي عتاقة بالسويس، ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الرصف والتشجير الخاصة بالمشروع. وقال مدبولي إن جولته تأتي في إطار الجولات التفقدية الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع ودفع العمل بها والسعي للتغلب على أي تحديات قد تعوق المراحل التنفيذية. وتضم المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى مشروع دارة، وهو بيضم 23 موقعا بإجمالي 61,228 وحدة سكنية في 13 محافظة. وفي محافظة السويس يتم تنفيذ ما يزيد على 13,000 وحدة سكنية في 3 مواقع بحي عتاقة.
وعقب تفقد مكونات مشروع دارا، قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين. من جانبهم أعرب المستفيدون عن سعادتهم لحصولهم على هذه الوحدات بتسهيلات في السداد. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقوه المدرسة المصرية اليابانية سلام 2. هذا وشاهد رئيس الوزراء عرضا فنيا قدمه عدد من الطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية ترحيبا بقدومه والوفد المرافق باللغتين العربية واليابانية. ثم تفقد مدبولي بعد ذلك عددا من الفصول وقاعات الأنشطة المختلفة بالمدرسة. كما تفقد رئيس الوزراء مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية. وخلال هذه الجولة صرح مدبولي بأن الرئيس السيسي يولي قطاع الرعاية الصحية اهتماما كبيرا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة. وأكد رئيس الوزراء أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة التأمين الصحي. تحية لكم من جديد. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المصانع شملت مصنع كناوف، مصنع شركة كناوف الألمانية للألواح الجبسية والشركة المصرية الألمانية للمضخات وكذا مصنع يونيفرسال للأثاث. وخلال الجولة أكد مدبولي اهتمامه بتفقد المصانع بصورة منتظمة في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا القطاع لزيادة حجم صادراته، مشددا على توفير أي نوع من الدعم للمصانع من أجل دعم الاستثمارات والنهوض بالصناعة في المجالات المهمة وزيادة نسبة المكون المحلي. هذا وقام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقه بتغيير مسار الجولة التفقدية بمحافظة السويس، حيث توجه إلى قصر ثقافة السويس لتفقد أعمال الترميم والتطوير بالقصر والتي توقفت منذ فترة. وفي بداية التفقد أكد مدبولي الاهتمام بعودة القصر لممارسة دوره الطبيعي في نشر الثقافة وتعزيز الهوية المصرية وتقديم مختلف الأنشطة الثقافية والفنية. وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتوفير 50 مليون جنيه للشركة المنفذة للأعمال بقصر ثقافة السويس من احتياطي الموازنة على أن تتحمل باقي التكلفة التي تبلغ 50 مليون جنيه أيضا وزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. حيث قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل.
وأدار حوارا مع عدد من المقاتلين، استمع خلاله إلى الأسئلة والاستفسارات التي تدور بأذهانهم في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات، وأشاد بتفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. أعقبها تناول الفريق أحمد خليفة وجبة الغذاء مع المقاتلين بإحدى النقاط الحدودية، وأوصاهم بالحفاظ على العزيمة والإصرار من أجل حماية حدود الوطن وصون مقدساته. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطل البري للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار 24 ساعة، مشيداً بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا بشير ديالو والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر للمشاركة في فعاليات الدورة رقم 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية. وقد استعرض الجانبان خلال هذا اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث صرح بشير ديالو بأن زيارته للقاهرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الصديقين، مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات التدريب والتعاون الأمني، فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة. صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه استعرض مع نظيره الأوكراني الجهود التي تبذلها مصر مع الأشقاء في قطر وكذلك مع الولايات المتحدة، وذلك للدفع في اتجاه إبرام صفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعودة الأسرى وإنفاذ المساعدات. وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات، هذا سيكون له بطبيعة الحال تأثير على الاستقرار وخفض حدة التصعيد في المنطقة جنبا إلى جنب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق. تحدثنا أيضا عن الملفات الأخرى سواء كانت الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخطورة التصعيد هناك وانعكاساته شديدة السلبية على حركة التجارة وعلى الاقتصاد المصري. تحدثت أيضا عن الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وأيضا مع الولايات المتحدة للعمل على الدفع في اتجاه التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. كما أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، مؤكدا أنها قضية أمن وجودي، وشدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا وعابرا للحدود. تناولت أيضا من جانبي قضية الأمن الوجودي لمصر ممثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرا دوليا ونهرا عابرا للحدود.
من جانبه قدم وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها دعوة لمصر للمشاركة في خطة السلام الأوكرانية والمؤتمر الدولي المزمع بهذا الشأن. وعلى صعيد القضايا الإقليمية أكد وزير الخارجية الأوكرانية احترامه لسيادة الدول بالمنطقة وتقديره لدور مصر وجهود الوساطة التي تقوم بها للتهدئة بالإقليم. تحدثنا عن الطريق إلى السلام الشامل والعادل والمستدام. شددت على أن صيغة السلام لا تزال الطريقة الواقعية الوحيدة لإنهاء العدوان الروسي، وقدمت دعوة للجانب المصري للمشاركة في تنفيذ بنودها والمشاركة في قمة السلام العالمية الثانية التي يتم ترتيب عليه حاليا. أعربت مصر عن قلقها البالغ جراء التصعيد الأخير المتسارع في الشرق الأوسط، والتي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران، مجددة مطالبتها بضرورة عدم المساس بسيادة الدول واحترام وحدة وسلامة أراضيها. أكد بيان للخارجية أن مصر تدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتي قد تؤدي لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وشددت مصر على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان. أكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن طهران لها الحق وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد أعمال العدوان الخارجية، وذلك ردا على الضربات التي شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية في إيران. من جانبها أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن جنديين إيرانيين قتلا في الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران. على شفير حرب شاملة دخلت المنطقة في النفق الذي طالما تصاعدت التحذيرات العربية والدولية والإقليمية من قسوة ظلمته، فبعد قرابة الشهر وتحديدا 26 يوما من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مطلع الشهر الجاري وما تلاه من تهديد ووعيد وتصريحات هنا وهناك وتوقعات استخباراتية، جاء الرد الإسرائيلي بضرب أهداف عسكرية في إيران. ثلاث موجات من الهجمات أعلن الجيش الإسرائيلي شنها في الساعات الأولى من الصباح ثم انتهت العملية. الهجمات شملت قصف منشآت تصنيع صواريخ بمشاركة أكثر من 100 مقاتلة إسرائيلية، حيث أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه هاجم بدقة أهدافا عسكرية في إيران ردا على الهجمات المتواصلة لطهران ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، ولأن التنسيق والتشاور كان معها والتخطيط كان بعلمها. أكدت حليفتها الأولى واشنطن أن الأهداف الإيرانية التي تم قصفها لم تشمل البنية التحتية للطاقة أو المنشآت النووية، وكأنها إشارة إلى استجابة نتنياهو لتحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن له وتأكيده بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم على مواقع نووية إيرانية أو حقول النفط.
من جانبها قللت طهران من شأن وجيعة الضربات الإسرائيلية، حيث نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن متحد عسكري قوله إن الانفجارات التي سمعت في طهران مرتبطة برد أنظمة الدفاع الجوي على محاولات إسرائيل مهاجمة 3 مواقع في طهران وخوزستان وإيلام. كما أكدت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن قواعد الحرس الثوري الإيراني التي جرى استهدافها تعرضت لأضرار محدودة، مكذبة في الوقت ذاته مزاعم الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في إيران، أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم، واصفة تلك التصريحات بغير الواقعية. وبطبيعة الحال وكعادتها من قبل الهجوم، أكدت طهران احتفاظها بحقها في الرد على أي عدوان إسرائيلي، مشددة على أنها ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل. وما بين أرجحة كرة الهجمات بين طهران وتل أبيب، تتعالى أصوات المجتمع الدولي ما بين تحذير هنا ودعوة لضبط النفس هناك لتجنب الوقوع في براثن حرب منفتحة على كل السيناريوهات. هذا وقد توالت ردود الأفعال الدولية مؤكدين أن استهداف إيران انتهاك لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية. أكدت وكالة الأنباء السورية سانا أن طائرات إسرائيلية استهدفت بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى،
وأشارت سانا نقلا عن مصدر عسكري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، مستهدفا بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى. وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريا على تدقيق نتائج العدوان. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تواصل الاشتباكات بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي، والحزب يستهدف قاعدة جوية جنوب تل أبيب. أكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن الإعلاميين يواجهون انتقادات داخلية وسط الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على البلاد. في مؤتمر صحفي أشار مكاري إلى أن العدوان القائم اليوم هو متعدد الأبعاد، بدءا من تدمير القرى والمدن وصولا إلى الدفع نحو خلافات داخلية واستثمارها لإضعاف الوحدة اللبنانية، بعدما أظهر اللبنانيون تضامنا مجتمعيا يضاف إليه وعي سياسي لدى القيادة والأحزاب هدفه هو الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ البلاد. استهدف حزب الله اللبناني قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية جنوبي تل أبيب بطائرات مسيرة. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض طائرة مسيرة آتية من لبنان بعد ساعات على شن إسرائيل هجوما على أهداف عسكرية في الأراضي الإيرانية. حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تالينج موفوكينج من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، منذرة بحدوث كوارث إنسانية إن لم يتم وقف الجرائم الإسرائيلية ضدهم. وأضافت المقررة الأممية أن إسرائيل تواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في سابقة لم يشهدها التاريخ، محذرة من ظهور أمراض ناجمة عن السياسة الإسرائيلية القائمة على حرمان المستشفيات والمراكز الصحية من المياه النقية وغيرها من الممارسات. وأكدت موفوكينج أن الأمم المتحدة بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن معدل إجلاء الأطفال من قطاع غزة لأسباب طبية تراجع من 296 إلى 22 طفلا شهريا، وذلك عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من بوابة رفح الحدودية في 7 مايو الماضي. قال المتحدث باسم المنظمة الأممية جيمس ألدر إنه إذا استمرت هذه الوتيرة البطيئة القاتلة فإن إجلاء 2500 طفل بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة سيستغرق أكثر من 7 سنوات. وأكد المسؤول الأممي أن الأطفال في غزة لا يموتون بسبب القنابل والرصاص فقط، بل أيضا بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. It is not known how many child patients have been rejected for medical evacuation. Only a list of approved. لليوم الثالث على التوالي تغلق قوات الاحتلال المنافذ البرية أمام شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح. المزيد يطلعنا عليه كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هنا من العريش ورفح تتحرك الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية وغيرها من اللوجستية متوجهة إلى معبر رفح المصري، ثم تتحرك بعد ذلك إلى معبر كرم أبو سالم. اليوم قررت قوات الاحتلال إغلاق المعبر بشكل كامل لليوم الثاني على التوالي، وهو جزء من يعني سلسلة
الانتهاكات المختلفة التي تنتهكها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من منع للمساعدات الإغاثية من الوصول بشكل عام، بالإضافة لاستمرار القصف المستمر على مراكز الإيواء والمدنيين وغيرها من الإجراءات التي تنتهكها قوات الاحتلال. لكن الأونروا أعلنت صباح اليوم أن قطاع غزة بشكل عام على أبواب المجاعة بسبب نقص وعدم تدفق المساعدات الإغاثية بشكل كامل. من الناحية المصرية، المجهودات المصرية لا تتوقف سواء في تحميل هذه الشاحنات الإغاثية وتحركها من معبر رفح المصري الذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، أما في الناحية الأخرى من ناحية كرم أبو سالم وناحية قوات الاحتلال بعد أن تتسلمها الأمم المتحدة، تمنع قوات الاحتلال توزيع هذه المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا الأونروا تحدثت عن أعداد كبيرة من النازحين اليوم، وأيضا استهداف قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بعد أن توقف دخول المساعدات على الإطلاق إلى شمال قطاع غزة، ونزوح عدد كبير من المصابين والأطباء داخل مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. كل هذه الإجراءات التي تنتهكها قوات الاحتلال، إلا أن المجهودات المصرية لا تتوقف، إما بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو حتى باستضافة جميع الأطراف في الأراضي المصرية من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى. والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. نتابع أهم أنباء الاقتصاد مع ليلى عمر، تفضلي ليلى. شكرا ريهام، شكرا إيمان، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة يمكن أن يكون جزءا من الحل في قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الإفريقية والناشئة. قال كوجك خلال لقائه مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كلافر جانيتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية. واصلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، وتحدثت الوزيرة في عدة جلسات نقاشية بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، حيث أكدت رانيا المشاط أن الدول النامية في احتياج شديد لنموذج للنمو الاقتصادي وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، استنادا إلى الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي. افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية. وأكد وزير التموين أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام. شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان خلق فرص العمل وتعزيز النمو. وخلال الجلسة استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية، حيث أشار الوزير إلى التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030.
تراجع مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا في سبتمبر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، ما يعكس استمرار تراجع الأسعار للشهر 19 على التوالي. يأتي هذا الانخفاض مع تراجع تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 16.8% مقارنة ب 6.2% في أغسطس، وهو ما يعتبر أكبر تراجع شهري منذ إبريل من العام نفسه. وتشير هذه البيانات إلى تأثير واضح لتقلبات أسعار الطاقة على معدل التضخم في القطاع الصناعي، حيث أدت الانخفاضات الحادة في تكاليف الطاقة إلى خفض مستويات التضخم الصناعي عموماً.